هل أعيد الصلاة عندما تمر بين يدي المرأة؟ هذا يبياتي إن شاء الله، يبياتي أنه نهي عن المرور أمام المصلي، وجاء في الحديث أنه يبطل الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار، المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول تبطل بمرور الثلاثة ولا بد من إعادتها أخذا بظاهر الحديث، ومنهم من يقول لا تبطل بمرور الثلاثة، وإنما المراد بالبطلان هنا بطلان الثواب لا بطلان الصلاة، يعني أن المرور ينقص أجر الصلاة، فالنفي للكمال أو الإبطال إبطال الكمال لا إبطال الحقيقة والأصل. والقول الثالث قول الإمام أحمد أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط، لأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلب الأسود البعيم لأنه شيطان، تبطل الصلاة بمروره. نعم، والمسألة خلافية، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تبطل مطلقا، أنها لا تبطل مطلقا، وإنما المراد بطلان الثواب فقط.